السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو هو تتمة ديال الفيديو اللي قبل، فيديو ديال التقضية وداكشي. المهم غدوزوا معايا هذا النهار ان شاء الله، غتشوفوا شنو غنمشي وشنو غندير وشنو الاغراض اللي غنقضي. المهم خليكم معايا، غنبدأ لكم بالفطور هو الاول، عاد من وراها غنخرج ان شاء الله. هنا غنجرب معكم واحد الحرشه ديال واحد اليوتيوبر سميتها اسماء تشانل، كتبان زوينه الصراحه، بغيت نجربها وبغيت نديرها معكم الفيديو. هذه سميده رقيقه، غنديرو شويه الملح، هنا تقريبا عندي شي 500 غرام، عندي هنا خميرة ديال الحلوى، عندي غندير تقريبا 8 غرام ديال خميرة الحلوى، ندير معلقة صغيرة ديال العسل، ندير شوية الزيت، ونخلط كلشي. هنا صافي غنحرك مزيان، نخلط مزيان حتى كيدخل الزيت في السميدة ديالي، كيتخلط كاع العناصر كلهم كيندمجو مع بعضياتهم. غنضيف الماء، هي باش غنخلط نجمعها، تقدروا ديروا الماء تقدروا ديروا الحليب، يعني اللي عجبكم. انا هنا غنتفق ندير الماء، والماء بارد يعني ما من روبيني عادي، ماشي ما سخون ولا ما دافي. صافي غنخلط كلشي مزيان، نحاولوا نديروها مرخوفه شويه، ولكن ما مرخوفاش وما ندلكوهاش مزيان، لانه البنات هذه السميده هذه راه بحال راه فينو، انا كتجيني هي فينو ديال المغرب، يعني الا دلكناها بزاف غتولي بحال الخبز. هنا غناخذ المقله ديالي، وغنحط العجينه ديالي، فالبنات هذا هو الفطور ديالنا. الحرشه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، كتجي بحال الحرشه ديال الزنقه، نتمنى تجربوها ان شاء الله. المهم غنفطروا دابا وغنوض نكمل الكوزينه ديالي عاد نخرج ان شاء الله. صافي هنا نط باش نكمل الكوزينه نجمعها، هنا راه كنت ديجا غتكون شفتوا الفيديو الاولاني، غسلت الدجاج وقطعته وغسلت الماء، يعني غسلت الكوزينه. المهم حتى جمعت الكوزينه عاد بديت كنوجد في الفطور وفطرنا وداكشي، باش ما نرونش الدنيا وما ندرونش انا، لانه الا كثر عليا داكشي غنقول واك واك وغنلح كلشي ونخليه. المهم صافي هنا غنجمع كلشي، يعني نحيد الماء كاملين، اللي غيتغسل نغسلو، اللي كيدخل الثلاجه يدخل، اللي المهم كل واحد غنديرو كل حاجه غنديرها في بلاصتها. صافي ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله.
مهم البنات، من بعد ما صافي ساليت روينتي في الكوزينة، مهم لبست حوايجي وقعدت راسي انا غادي خارج خصني عاوتاني باش نتقدى شي حوايج خاصيني مازال. انا البارح تقديت غير داكشي اللي داكشي ديال الكرو يعني من ريستورون ديال داكشي كبير الدجاج وداك التخربيق هو اللي تقديت. باقي خصني نمشي اليوم ان شاء الله غنمشي نجيب الخضره ونجيب شي لاخر يعني بحال لي بات وداك التخربيق الروز وداكشي نمشي نجيبه. المهم خليكم معايا، انا غادي خارجه دابا، خليكم معايا باش نوريكم مين غنتقدى وشنو غنتقدى ان شاء الله، نبارطاجي معكم شنو غنجيب. يلا بقاو معايا انتما البنات. اجمل احساس هو هذا ملي كتجمعي الكوزينه وكتسالي كلشي، هذا هو اجمل احساس. يلا نتلاقاو من بعد البنات، السلام عليكم. هنا صافي البنات، شدينا الطريق نمشيو نتقداو وغنصبقوا الخضره هي الاولى. غنمشيو لواحد السطور ديال المكسيك، هما كاينين جوج سطورات ديال المكسيك فيهم الخضره زوينه بحال ديال المغرب وميم طون رخيصه، لانه في وولمارت ولا في سميت ولا بسميت اللي هو كروغر، كاين ولايات فيه كروغر او لا البرتسن فون، مهم بزاف سطورات كاينين كلهم فيهم الخضره ولكن الخضره غاليه فيهم. السطورات ديال المكسيك فيهم الخضره رخيصه يعني كيكون داكشي رخيص بزاف مقارنه مع السطورات الاخرين. انا هنا جيت الكارديناس، كل مره فين كنمشي صراحه كاين كارديناس وكاين لابونيتا، يعني هما تقريبا بحال كل يعني نفس الاثمنه، غير الفرق هو كارديناس نقيقي شويه والاخر شويه ماشي ما مرتبش بحال هذا. صافي مهم هنا كنساريكم شويه نصوركم. هنا الوقت اللي صورت راه كان باقي الفالنتاين، باقي كان يلاه عيد الحب يلاه غيدوز ولا في داك النهار ما عقلتش بالضبط. المهم هنا الفيديو راه شويه قديم. صافي مهم انا كندوركم. هنا كاين في عندهم حتى البلاصه ديال الخبز الحلوى، هذاك الشيء ديال الحلاوي ديالهم همايا. صراحه ما تعجبونيش عندهم الحلاوي كي في شكل ما عرفت كيفاش دايرين. المهم صافي عندهم مطيشه ربيع نعناع، عندهم كلشي كلشي عندهم. المهم نخليكم دابا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. المهم البنات هنايا صافي، كيف ما وريتكم فيديو راني دخلت للكارديناس تقديت له شويه الخضره اللي خاصاني وغنمشي دابا غدا للوولمارت وغنديكم معايا ان شاء الله تاهو تشوفوا، نساريكم شويه في وولمارت ونوريكم شنو غنتقدى. يلا بقاو معايا. المهم البنات انا دابا وصلت للوولمارت غندخل نتقدى ان شاء الله، وراني صورت لكم شي لقطات لانه ما قدرتش نصور لكم بزاف. المهم صورت لكم شي حوايج اللي كناخذهم. مهم خليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله باش تعرفوا شنو تقديت. هنا كاين شي ايس كريم القهوة، كاين ستاربكس معايا، هنا كاين دريس نمشي ديال كلشي ديال البيكين هنايا، هنا الدقيق هاي الخميرة اللي مكتبت $5 ماشي $7، $5 513 غرام. المهم البنات انا دابا عدت شي شويه باش دخلت للدار، ومهم دخلت التقديه ديالي وداكشي وحطيتهم قدامي دابا في الطابله وقلت باش نوريكم اشنو اللي خديت. المهم غنبدا لكم دابا بداكشي اللي خديت من وولمارت هو الاول، وغنحاول اي حاجه وريتها لكم نقول لكم الثمن باش تعرفوا الثمن، يعني تقدر تكون مثلا شي خدمه منفكة تاخذ هذه الحاجه مثلا من كروغر وهي كاينه في وولمارت رخيصه يعني تعرفها. المهم يعني ممكن شي وحده تستافد ولا شي حاجه. المهم بقاو معايا غنوريكم دابا شنو خديت. اول حاجه غنبدا بها الحليب عادي، المهم حليب هذا هول ميلك داير شي $2.69 هذا.
وخديت هذا صغير هذا باش يلا حيت كيجيني مع السيمانه كامله باش ما نجيش فص السيمانه خاصني الحليب يلا كيقدني هذاك. هذا صراحه ما عرفتش دولار يمكن دولار وشي حاجه. هادو فيهم البارز هادو كيعجبو ولدي بزاف. انا الماركه عمري ما خديتها هذه اول مره غناخدها. ملي فكنا ناخد ليه ديال الدراري الصغار كتكون فيها اورغانيك هذه ماشي ديال الدراري الصغار يمكن ماركه عاديه دايره شي جوج ثلاثة دولار يمكن جوج وشي حاجه ولا ثلاثة ماكسيموم. خديت هذه هذه ديجا حديناها هذه شي 398 خديت هذا هذا زوين هذا بزاف هذا داير شي 2 دولار ونص يمكن باش داير 2 دولار ونص زوين هذا هول ويت فلاور زوين. خديت هذا هذا بيتا بريد هذا زوين هذا كيجي في ساندويتش ولا بالمرات كناكل به عادي يعني ماكله عاديه زوين هذا حتى هو 2 دولار ونص فيه شحال فيه 6 وهذا تو فيه 6 زوين بزاف نقربي بعض المرات ملي ممكن يكون ما مصايباش الخبز ديال الدار ولا شي حاجه ممكن ينفع لي. هذا داير شي 2 دولار 3 دولار وشي حاجه. خديت هادو هاد الكانيطات ديال الجلبانه هادو كينفعوني في سميتو في لي سالاد وداكشي تينفعو بزاف سالاد ديال الروز ولا لي بات ولا بزاف لي سالاد تيجيو زوينين. هادو دايره 50 سنت الوحده. هادو ديال المايس كورن تما 50 سنت الوحده. خديت هادو هاد مطيشه ديال الحب نقولوا لها حنا في المغرب هادي دايره دولار و37 الوحده. هادو هادو ديال اللوبيا الكحله هادو كيعجبوني تما بزاف كيجيو زوينين في لي سالاد ان شاء الله غندير معكم واحد لا سالاد كتجي زوينه بزاف ومفيده بزاف. هادو دايرين شي 84 سنت الوحده. هادو يمكن خديت فيهم كثر ما عرفتش فين هما باقيين مضرين وقيلا هادو حتى هما فيهم حتى هما ب 84 سنت. هادي حتى هي 84 سنت الوحده. خديت هاد الصوص طوماط هادي هادي واعره البنات هادي غزاله بزاف هي اللي كانت هي اللي كنستعمل في البيتزا بعد المرات كنديرها ملي كنبغي نصايب كفته ولا شي حاجه ما عنديش مطيشه اولا ما فيا اللي بقى يقطع مطيشه داكشي كندير هادي كتجي بنينه بزاف كنشدها اون فوا كنحلها لانه الا حليتها وخليتها في الثلاجه غتخسر لك. كنحلها ونخدم بها واللي شاط كنشدو كنديرو بطاطا صغيورين وكنلحهم في الفريزر. خديت هادو هاد الفرماجه ديال لي ساندويتش هذا داير شي 3 دولار ونص يمكن. هادو هاد الزيتون هذا خديت هذا الفرماج هذا مامتيري جاك زوين هاد الفرماج هذا كنخدمو هو بيتزا وداكشي كن عليها بحال الموتزاريلا تيجي زوين ولكن بنين تا هو. هذا داير شي 2 دولار ونص يمكن فيها نص كيلو تقريبا فيها باوند. خديت هادو هاد ستوين هادو هادو تا هما زوينين فيهم 16 وكدا هاهي 16 وكدا هنايا يعني الوزن ديالهم تا هما باوند. هادو دايرين شي 3 دولار مع 4 دولار خديت هادو درنا باش نمشي نديرهم في الفريزر صغيرة. خديت هادو هاد الجلبانة هادي كنديرها في مرقة ولا شي حاجة كتجي زوينة. خديت خديت هادي اللوبيا تا هي كتجي زوينة في مرقة. خديت هادي تا هي فريت كيجي زوين تا هو. هادو ب هادي بشي 2 دولار 24 سنت باش كدير فيها 2 باوند فيها 2 باوند. هادو ب 84 سنت الوحدة كل وحدة فيها 340 غرام 84 سنت الوحدة زوينين تا هما. خديت هادو هاد الشعرية لي كنديرها في الحريرة تجي زوينة هادي بشي 45 سنت الوحدة 45 سنت هادي فيها 200 غرام يعني جوج ديال الحريرة شحال راه كافية. خديت هادي هادي بحال نسان طاير يمكن ولا ما عرفتش اشنو سميتها كاع المهم
هادي هي اللي كنديرهم لولدي بعض المرات، كنديرهم بالحليب وداكشي كيجيو زوين، كيعجبوني حتى انا الصراحه بالماكل نديرو. هادي ثاني 45 سنت، هادي ثانيا نجيمات ثانيا 45 سنت، ثانيا فيها 200 غرام، كلهم فيهم 200 غرام زوينين. خديت هاد العطريه هذه اللي بغا نجربها حتى هي، هادي حتى هي يمكن 45 سنتين وقت ما كتبت. خديت هادو، جبت هذا يمكن شي دولار وشي حاجه ولا جوج دولار. خديت هذا الكراميل، هذا عندي ديال الشوكولاط، وخديت هذا حتى هو ديال الكراميل كيعجبني. هادو هاد لي بات، هادو هادو كوم الالوان كيعجبوني بزاف 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 بزاف، كندير بهم لي سالاد ولا شي ولا المهم كنصايب بهم وصفات بنان بزاف كيجيو زوينين. هادي دايره دولار الوحده وفيها باوند، يعني 454 غرام الوحده زوينه دولار الوحده. خديت منهم ثلاثه، خديت هذا شي 4 دولار، هذا السايز الكبير ديال دي 4 دولار. خديت هذا هاد السريال، هذا واعر البنات. هذا خديت الزيت، خديت هاد القرعات هادو غنديباني بهم لانه كناخذو من سامس كلاب قرعة كبيرة، جوج قرع كبار يمكن بشي 7 دولار. خديت البيض ديال 12، كل وحدة فيها 12، هادو دايرين دولار ونص يمكن الوحدة. خديت هاد العصير هذا، خديت هذا، هاد بكيه ديال الروز. هاد الروز صراحة عمري ما خديتو، هاد الروز هذا أول مرة غناخدو. مولفه كناخذ انا الرز ديال البسماتي هو اللي كناخذ، زوين صراحه. مي ما كنلقاش باكيه كبيره في مول مارت، ما كناخذوش من ريستورون ديك. داك النهار البارح فاش شريت ريستورون ديك نسيت ما قلبتش عليه. مولفه كناخذو من مول مارت، باكيه صغيره يمكن فيها شي كيلو يمكن ولا شي حاجه ولا قل كاع. هذه فيها 2 كيلو 270 غرام، ها هي 2 كيلو 270 غرام، دايره 3 دولار. قلت نجرب هذا السكر كلاصي، هذا داير شي دولار وشي حاجه، فيه 2 باوند 907 غرام. خديت هذا غزال البنات، هذا واعر. انا من النوع ملي كنت في المغرب ما كنحملش سميتو ناكل الخبز ديال الدقيق الكامل، ولكن هذا البنات واعر فريمون، واعر كيطلع الخبز غزال. قلبت عليه، كنت كنتمنى زعما يكون بحالو ولا نفسو زعما في ريستورون دي بوسا، ما لقيتش. صافي خديت هذا داير فيه 2 كيلو و 270 غرام، داير شي 3 دولار وشي حاجه، 3 دولار وشي حاجه بزاف. هذا اللوز ايفيلي، هذا فيه شحال، فيه 227 غرام، داير شي 5 دولار ونص. هذا تا هو كنحتاج في الطاقت ولا كنحتاج ديكوراسيون بزاف. هذا ساور كريم، هذا البنات تيعجبني بعض المرات شنو تندير، مثلا كنسوطي الخضره وداك الشيء وتنديرو معاه، اولا كنصايب به الكيك. هو باش كنصايب الكيك بلاصه الدانون كيجي زوين صراحه، كيصطاد الكيك كيطلع كيكه مزيان. هذا داير شي 4 دولار ونص يمكن، شحال فيه، فيه كيلو 360 غرام يعني غنساه. خديت هذا حليب الصوجا. بالنسبه لحليب الصوجا هذه واحد البنت كانت قالت لي في كومونتير راها مغيره ولاديا، بغيت نقول لك انت شوفي ها هي الا شتيها مكتوبه فيها نون جي ام او عرفيها راه ماشي مغيره ولاديا، يعني راها مزيانه. الا ما كانتش فيها النون جي ام او يعني راها مغيره ولاديا. هاد الماركه هذه اللي كناخذ ديال سيلك زوينه، هادشي اللي مهم انا مكتوبه فيها انها غير مغيره وراثيا. وشكرا بزاف الحبيبه على الكومونتير ديالك. المهم هادي دايره شي 3 دولار وشي حاجه يمكن، ما عقلتش على الثمن، ندير شي 3 دولار وشي حاجه. خديت هذا جافيل، هذا خديت هذا، هادو بيبر تاول ديال اليدين، هذا داير 98 سنت الوحده زوين. لي زوين فيهم البنات انه تيتقطع، هو دايرين لك هنا تيتقطع صغير يعني ماشي وحده كبيره، عن النص ديالها كيعجبني انا هذاك زوين كيجيني. خديت هذا
هاد المايكروفايبر كلوتس هادو زوينين، هما اللي كنخدم في الرابط وكنمسح بيهم الطابله، نمسح بيهم تما، زوينين بزاف. هادو فيها جوج 98 سنت الوحده، خديت عير وحده لانه ديجا باقين عندي. وخديت هاد الجوس هذا لولدي، هذا اورغانيك جوس حتى هو، ابل جوس هذا ديال التفاح، هذا ندير لي 100% جوس فيه 8، داير شي 3 دولار وشي حاجه. صراحه هذا عمري ما جربته، لي ملي كنجيب ليه واحد الماركه اخرى ما لقيتهاش تما، نورمالمون كتكون تما ولكن ما لقيتهاش، لقيتها سالات. خديت ليه هذا نجربه، ابل جوس كيشربوه هو نورمالمون تيشربوه، ولكن هاد الماركه ما عرفتش. المهم البنات صافي، من بعد ما ساليت جمعت التقضيه ديالي ورديت كل حاجه لبلاصتها، استفدت كل شيء، غندوزو دابا باش نطيب عشيوه خفيفه وظريفه وسهله دغيا كتصايب، اللي هي غراتان ديال البطاطا وفيه البصله وفيه المشروم اللي هو لي شامبينيون. المهم غنحتاج انا البطاطا على حساب يعني على حساب قيس كل عائله، والبصله ولي شامبينيون. انا هنا البطاطا يمكن درت شي 4 البطاطا وبصيله وحده كبيره، صافي غنقيهم يعني تنقيه عاديه كاي بطاطا. البصلات هي نفس الشيء، البطاطا غنقطعها مربعات متوسطين، ما كبار ما صغار. البصلات هي نفس الشيء، غنقطع نشلضها، نحاول نصغرها شويه ماشي بزاف كاع، ماشي مشلضه بزاف كاع. صافي ولي شامبينيون حتى هما غنشدهم غنحلهم يعني نحل البواطه ديالهم وغنشللهم بالماء مزيان مزيان، نحيد لهم داك الماء ديالهم ونسقطرهم، وغنقطعهم حتى هما لانه كيكونوا طريفات كبار غنقطعهم. وغناخذ حتى لي شامبينيون واغ، تيعجبوني بزاف لي شامبينيون واغ البنات، غنشدهم غنرقدهم في الماء حتى كيطلقوا مزيان، ونغسلهم مزيان يعني نغسلهم شحال من مره لانه كيكونوا مغبرين، كيكون فيهم الغبره والتراب وداك الشيء، نشللهم مزيان 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 مزيان، عاد غنبدا في الطريقه ديال الطياب. المهم ها نتوما البطاطا هكا كنقطعها، ماشي رقيقه بزاف وماشي كبار بزاف، يعني متوسطه باش ملي كنطيبها كنسلقها ما كتفرتتش، وميم طون ما كتكونش كبيره، ما كتاخذش ليا الوقت ديال الطياب بزاف. صافي والبصله هي راني ديجا قطعتها. المهم غنشد المقله ديالي، غندير فيها شويه ديال الزيت يسخن واحد شويه، غندير فيه البصله مع شويه الملحه، نخليها تشحر مزيان ونزيد عليها شويه ديال البزار. هنا نتوما داكشي اللي قلت لكم ديال لي شامبينيون حليتهم غسلتهم مزيان ودرتهم في الشبكيت سقطرو، من بعد انا قطعتهم مزيان بحال كنصغرهم مزيان. صافي هنا غنشد البطاطا غنديرها في كسرونه. هنا ولدي ما كيخلينيش نصاجي البوطاجي، انا كنوقف كيجي وسط ما بيني وبين البوطاجي كيدفعني. المهم درت الكسرونه فيها شويه الماء وشويه الملحه، الماء وشويه الملحه، ودرت معها البطاطا غنخليها تسلق واحد نص سلقه، تسلق يعني ما تهرش ليا تولي كتعجن. ودرت شويه ديال الزيت، جوج مقلات واحده كبيره واحده صغيره، درت فيهم شويه الزيت يسخن. المقله الكبيره غندير فيها البصله، غنديرها تقل يعني تشحر شويه، غندير معها شويه الملحه وشويه البزار. المقله الثانيه غندير فيها لي شامبينيون، غندير فيهم شويه الملحه حتى هما، وغنحرك كل شيء مزيان حتى يتقلى كل شيء مزيان، وغنحيدهم. هنا الملحه في الجهه الاخرى، والبزار عاد غنزيدو من في الاخر، حتى الاخر عاد نزيد البزار على البصله ديالي. صافي هادشي اللي كاين البنات، نتلاقاو من بعد ملي طاب كلشي. هنا غسلت الماء، نحيت الماء اللي كانوا باش ما يتراكموش ليا مع الماء الاخرين اللي كنت ديجا كنطيب فيهم، باش كتبقى نحاول كتبقى الدنيا نقيه، وميم طون حتى انا الا تجمع ليا الماء بزاف صافي تنعيا تنتخلع. المهم حتى عندي لافيسيل خاسره ليا الساعه، راه كنغسلها بيديا. المهم انا كنصايب في لاصوص بيشاميل، لاصوص بيشاميل كيف ما معروفه وسهله، كندير 3 المعالق ديال الزبده، 2 المعالق ديال الزبده يا ربي، مع 2 المعالق ديال الدقيق، كنخلي الزبده حتى تذوب، عاد كندير معها الدقيق، كنخلط مزيان حتى كيتجمع مزيان داكشي، كنزيد عليها نص سطرو ديال الحليب، كنبقى نخلط مزيان حتى كيبدا يعقد، كندير شويه الملحه شويه البزار وشويه الكوزه. هنا صافي من بعد ما كلشي طاب لينا
كنشد كندير شويه ديال لاصوص بيشاميل تحت هي الاولى كنديرها، وكنحط عليها الطاطا لي شامبينيون البصله، كنخلط كل شيء مزيان مع بعضياتهم، كندير نص منهم حتى الفرماج، كندير لاصوص بيشاميل شويه معهم كنخلطها معهم، وعاد كنديرها الفوق وكندير الفرماج صافي، وكندخلها من الفران باش كتجي عامره مزيان بلاصوص بيشاميل الداخل والوسط وفوق والتحت، يعني كتجي كلها عامره بالفرماج، كتجي بنينه بزاف. البنات نتمنى تجربوها، المهم انا راه كنموت في الفرماج، فين ما ندور نبقى نزيد في الفرماج، كنفرمج الحاجه عاد كنرتاح. المهم صافي هنا كيف كيبان لكم ساليت، غندخلها للفران. الفران ماشي باش طيب، لانه كل شيء طيب غير يذوب لنا الفرماج صافي، وكنجبدوا يعني ما كتاخذش وقت بزاف. هنا البنات غيكون هذا هو العشاء ديالنا، نتمنى يكون عجبكم وعجبتكم الوصفه ديالي، تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. المهم البنات كان هذا هو النهار، هذا هو الكراتان ديالي، كيجي غزال صراحه، كيجي بنين البنات، خصكم تجربوه. ديالي نهار طويل ومجبد، ونهار واش ما نهار في عاد تخسيخ، سير واجي سير واجي قضيه وتماره. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، دعموني بلا لايك ولا جيم، ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك. ونشوفكم البنات في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.